أهلا بيكم في قناة إيميومي مع فيديو جديد من سلسلة العودة إلى المدارس. هنعمل مع بعض فطائر اللحمة المفرومة بالخضار، مش بتحتاج لفرن ومكوناتها سهلة وبسيطة. العجينة هتحتاج 300 جرام دقيق كافة الأغراض و 190 ملي مية، وممكن نحتاج أكتر شوية، ونص معلقة صغيرة ملح. أقلب الملح مع الدقيق وأضيف المية بالتدريج. العجينة ناشفة قوي، هتحتاج نزود مية تاني. كده الشكل مناسب للعجينة، مش هنحتاج نزود حاجة تاني. أغطيها وأسيبها ترتاح 5 دقايق. بعد ما ترتاح 5 دقايق هاخدها وعجنها 5 دقايق كمان. وبعدين أقطعها 8 قطع متساوية. اخد كل قطعة واكورها بالطريقة دي.
أدهن طبق بالزيت وأرص فيه كور العجينة. وادهن كل كورة بالزيت كده. واغطيهم واسيبهم 20 دقيقة. في خلال الوقت ده أروح أحضر الحشو. مكونات الحشو هي 500 جرام لحمة مفرومة، بصلتين مفرومين، ربع كوب ذرة، وجزرتين مكعبات، نص كوب بسلة، والتوابل ملح وفلفل وكباب صيني. أحط شوية زيت في طاسة سخنة على النار وأنزل عليه باللحمة المفرومة. وأقلبها لحد ما لونها كله يتحول رصاصي، يعني بدأت تدخل في مرحلة السوى. أضيف عليها الخضار كله والتوابل. وأقلبهم لمدة 10 دقايق. وبعدين أضيف كوباية مية وأغطيها وأسيبها تتشرب المية كلها علشان الخضار يستوي. أخد كورة من العجين وأفردها بإيدي كده، وأحط الحشو في النص وأبدأ أقفل العجينة بالطريقة دي. أتأكد إن مفيش أجزاء مفتوحة عشان الحشو ما يتكبش. كمية العجينة دي احتاجت نص كمية الحشو بس، باقي الحشو شلته في الفريزر علشان أستخدمه مرة تانية. والعجينة تحضر 8 فطائر، ممكن لو حابين تضاعفوا مقدار العجينة وتحضروا 16 فطيرة هتستخدموا كمية الحشو كلها.
بعد ما تستوي تتخزن في الفريزر وتتسخن قبل التقديم. في طاسة سخنة على النار أحط زيت بالكمية دي كده وأحط 2 من الفطائر، وبالفرشة أخد من الزيت وأغطي الفطائر من فوق ومن الجوانب. وأغطي الطاسة لحد ما الفطيرة تاخد لون ذهبي من تحت، هقلبها على الوش التاني ومش هغطيها تاني، هستناها تاخد لون من تحت وبكده تبقى جاهزة. خلال الوقت اللي بسوي فيه اغطي باقي الفطاير كويس علشان العجينة ما تنشفش. زي ما احنا شايفين الفطاير طرية ورقيقة مع حشوة اللحمة المفرومة عاملين مزيج هايل. جربوها وقولولي رأيكم في التعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو واشتركوا في القناة.